أحد الأجنحة الأكثر استقطاباً للزوار في الطبعة 30 لمعرض الإنتاج الجزائري هو الجناح المخصص لتخفيضات آخر السنة الذي يفتح أبوابه منذ انطلاق المعرض ليمنح فرصة للمواطن لاقتناء المنتوجات الوطنية بأسعار تنافسية. هناك إقبال كبير على المنتجات تاعنا باسكو سلع السومة تاعها السعر تاعها معقول جاي رخيص شوية كما نقولوا فارينا 13.5 برا باكزومبل يدير 18 17. فرصة طيبة مش للمستهلك كما نقولوا فيزيو ديريكتومون لو كونسوماتور الجيريان. الجناح الذي يعرض مختلف السلع من مواد غذائية أساسية، مواد التنظيف والتجميل، أجهزة كهرومنزلية، وكذا مختلف المنتوجات المصنعة وطنياً، يعرف إقبالاً من الزوار الذين وجدوا في معروضاته عامل الجودة. جانا هذا بدأت تعجبني لأن الأسعار شابة، واش راني نشوف رأيي نتاعي جميع المصانع راهم يبيعوا بالسومات تاع المصنع. حالة مليحة، المنتوج مليح تاع البلاد، هايل. ما شاء الله. جناح البيع بالتخفيض على مستوى قصر المعارض بالصنوبر البحري سيواصل عرض سلعه إلى غاية 24 ديسمبر الجاري، تاريخ اختتام معرض الإنتاج الجزائري الذي يقام هذا العام تحت شعار نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتفتح.